شي حاجه زوينه تلقى الواحد يكون في جنبك ويواسيك ويقول لك انسى الماضي اللي دزتي منه وما تقتلش راسك على والو واللي فات مات وعيش حياتك. هذه حاجه زوينه، ولكن انت ولا انت راكم في تحدي هو انكم تنساو الماضي. ولكن قبل ما تنساه ولا تنساه خاصك تستافد من الخطا اللي درتيه من قبل، حيت هذا غادي يكون عندك تحدي كبير، حيت ما كاين حتى شي فائده تنسى الماضي وتنساه وتعاود نفس الخطا تعيشه. والميساج من هذا الفيديو هذا هو انك قبل ما تنسى الماضي ديالك تعلم من الدرس واستافد من الخطا اللي درتيه.